كتير مهم اليوم عن جد نسأل اللي حوالينا هل هن بخير، سواء رجال أو حتى نساء. لك اليوم عنوان الندوة هل أنت بخير، حتى نحكي عن هي الندوة. معنا سمر الحسين مديرة منظمة من أجله من إنسانية ورئيسة تجمع صوت المرأة السورية، هي معنا من عزازيا. صباح الخير لإلك. صباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الأنوار. كيفك أنت اليوم؟ الحمد لله بخير. برأيك يعني بعد هاي الجلسة التوعوية يعني اللي جمعت النساء مع بعض، كيف شفتوا حال النساء؟ هل النساء اليوم بخير؟ لا والله ما هن بخير. سيدة سمر، خلينا نحكي عن محاور الجلسة، المواضيع اللي حكيتوا فيها. هلا أنا يعني وقت جمعتهم أنا عندي غرفة، وكل واحدة صارت تحكي يعني عم يتشكوا. جمعته أنا حبيت أسأل كل واحدة شو بها. في ناس ما ناقصهم شيء إلا نفسيا. أنت بتعرفي التهجد، الفقد، بتعرفي الناس، في كتير ناس أهلها بعاد عنها، في كتير ناس أولادها بعاد عنها، في ناس أولادها معتقلين، في ناس بناتها معتقلين، في ناس هن كانوا معتقلين. هدول الحالة النفسية إلهم على طول لازم نحن نستوعبهم. بالقليلة نعطيه جرعة، بالقليلة يعني جرعة إيجابية لا أكثر لا أقل. في ناس كمان حالة الاقتصادية، في ناس ما عندهم دخل. هلأ كل وحدة أنا حسب ما هي متطلبة أو حسب الحاجة لح عالج. أنا والحمد لله هو بعتبر نعم أخواتي. كما ذكرتي سيدة سمر، يمكن هو الفقد أو البعد عن الأهل أو الأولاد وهي المشكلة الأكبر لدى السيدات. كيف تعاملتي مع هاي النقطة؟ كيف قدرتي تعطيهم دفعة إيجابية؟ تمام. هلأ أنا كل واحدة صدقتهم وجد يعني كل واحدة بكل أريحية عارفيني عن نفسك من جديد. أنا كلكم بعرفكم بس حابة أسمعك وإنتي عم تحكي اسمك، طريقة إلقاء اسمي. وبعد منها كل واحدة شو متطلبي؟ إنتي بخير؟ وقت بتقلي لا أنا ماني بخير، طب قلي لي ليش؟ بناء عليها نحن عملنا تقرير كامل لكل السيدات اللي بحاجة لمساعدة قانونية رح نساعدها قانونيا، واللي بحاجة لنفسيا أنا عندي مساحة آمنة للنساء. وجد أي إنساني أو أي امرأة أو أي أخت أنا رح استقبلها بهالغرفة، رح سكر الباب، ما بيطلع كلمة مهما كان. أحيانا في شغلات ما بتنحكى. أنا رح أسمعها، رح أعطيها الجواب ورح أحكي لها صدر الحنون لكن بكل سرية. وقلي بحاجة مادياً نحن رح نفتح هون ورشات في منظمة، صار نقاش بيني وبينهم، صار لقاء بيني وبينهم، وعدوني خير إنه نحن نفتح هون ورشات مثلاً خياطة، صوف، مونة، إكسسوارات. رح ألجأ لشخص كريم بعزاز قبل هالمرة وعدني، ورح روح لعنده هلأ إنه نصرف هالبضاعة كلياتها ونساعد النساء يعني حسب المستطاع. أكثر من هيك ما فيني أنا أعمل. الاحتياج كبير كتير. صح. احتياج كبير والمشاكل يمكن كتير. مهم اليوم فعلا الفضفضة والدردشة وندعم فعلا النساء ماديا أو هذا حتى العلاج أساسا. تماما. لما أي سيدة بتحكي عن مشكلتها تماما. هذا بداية العلاج أو حتى يعني نفسيا كتير مهم أنه فعلا نحن نفضفض لبعض، لأنه يعني كتير عم نشوف قصص أنه واحد عن جد ما عم يحكي فبصير عنده مشاكل بالقلب، مشاكل أخرى. طيب يعني للأسف يعني بالإضافة لمشاكل نحن كسوريين لصلة سنوات يعني من الحرب والدمار والفقد والقصف، اليوم عم نشوف يعني الأحداث الموجودة بغزة والقصص اللي عم نشوفها والمشاهد اليوم أثناء يعني وجودك مع النساء بهي الغرفة المغلقة السرية، شو حكوا لك عن موقفهم من فلسطين؟ قد ايه كانت عن جد يعني مشاعرهم؟ يمكن في شغلات كتير مشتركة بين الشعبين بموضوع يعني اللي عم نعيشه اليوم، عم يعيشه أهلنا بغزة. بتصدقي إذا كان بقول لك إنه غزة فتحت الجرح القديم تبعنا؟ بتصدقي إذا بقول لك في ناس صارت تبكي وتتذكر الكيماوي وتتذكر أولادها، في ناس أولادها طالعتهم من تحت القصف أشلاء كمان. بقى صلن هلأ شي 7 سنين ممكن يتناسوا، ما حدا بينسى جرحه، لكن بتصدقي إنه بالحياة جرح شوي. غزة طالع الجرح القديم وصار ينزل؟ ما تنسي إنه جرح غزة هو جرحنا،
وبغزة كلهم أولادنا وأخواتنا ودمنا وهدفنا واحد. صحيح. ومأساتنا واحدة وحتى الظلم واحد. صحيح. وكثير ناس يعني قارنت وقالت إنه في وجه تشابه بين ما يحدث في غزة وبين ما حدث في سوريا من قصف وتهجير ودمار. طيب حابب أعرف منك أكثر عن بعض القصص اللي سمعتيها وحسيت إنه فعلا حركتك من جوا وحسيت إنه لازم تساعدي. هلأ في قصص نفسية أنا بسمعها هون هلأ كتير كتير بضغط على نفسي إني ما أبكي. حكينا حكينا أحدى تلك القصص. حكينا أحدى تلك القصص. في قصة إنه ابنه معاق وقت عم يشوف أحداث غزة هلأ قال له مو أخي هذا اللي حاملينه بالكيس. صور أتصور أنت الموقف أي هي عم تحكي لي وعم تبكي إنه فكر إنه الطفل اللي قاموه وطالعوا وهو ميت وعم يعني عم يبكوا عليه فكروا إنه مو أخي هذا. نسي إنه أخوه بزمانه مات لأنه عم يخبوا عنه كل شيء لأنه معه مرض من آثار طبعاً الحرب. في واحدة تانية كمان ابنه معتقل. هلأ عم تقلي يا ترى هلأ رجع الجرح. الجرح انفتح من أول وجديد. كل الظروف النفسية السيئة طلعت هلأ طفت على الوش صراحة. يعني للأسف أنه كل هذه المشاعر السلبية تبقى بالإنسان وقد ما مر عليها وقت أي موقف يمكن ممكن نشوفه رح يرجع ينكش المخزون العاطفي عنا. تمام بيتناساها. إجا قصف إدلب وقصف غزة طالع كل شيء نحن ممكن متناسينه أو الأمهات متناسينه. ما في شيء بالنسى سيدة سمر، ما في شيء بالنسى، كل هاي النقاط اللي حكيتيها بحاجة لعلاج. طبعا في إمكانية طبعًا لعلاج تلك السيدات نفسيا؟ إيه طبعا في، وفي عنا أخصائيات وفي منظمات رح أتواصل معهم. في عنا أخصائيات، في عنا مساحة آمنة. أنا أبدا المساحة الآمنة ممنوع حدا يفوتها غير اللي عم تحكي، لا تبكي براحتها، لا تحكي براحتها، لا تطالع بالقليل، تطالع كل السلبية اللي عندها، كل الطاقات السلبية اللي عندها، كل الجرح. هلا الإنسان أي امرأة إذا حكت وطالعت اللي بقلبها ممكن إنه ترتاح. هذا الضغط النفسي تتخلص منه شوي. هذا اللي بقدر. هي أول مرة بتعملوا هي الندوة ولا كان في ندوات سابقة مثل هي الندوة؟ والله هلأ بالنسبة إلي أنا من يوم من سنتين تقريبا فتحت المنظمة هي كانت نسائية بعد وكانت تشجيع النساء وكانت على طول أنا بعمل مشاريع لدعم النساء. أكثر كل شيء كنت أعملهم يا يعني مهنيا. هلأ أول أكثر شيء واحدة عجبتني إنه طلعت آكي وهي عم تبكي آكي لك يا أستاذة سمر أنا ما بدي تعطيني إغاثة، أنا بدي تعلميني كيف أفتح بيتي، بدي تعلميني كيف طعمي أولادي، كيف أشتغل. صار عنا وعي إنه نحنا لازم نتعلم، المرأة لازم تتعلم توقف على رجليها. معلش عم تبكي، هاي دموع ممكن إنه هي عم تطالع الطاقات السلبية اللي عندها. طبعاً من حقها. لكن بيقعدوا مع بعض رح يكون في طاقة إيجابية. نشكرك على كل الجهود اللي عم تعمليها تجاه النساء. سمر الحسين مديرة منظمة من أجل الإنسانية ورئيسة تجمع صوت المرأة السورية كنت معنا من أعزاز. شكرا لك. نهارك سعيد. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك.